واحد المقطع من لقاء داروا امين عام الحزب السياسي ديال البام لهذا الحزب هذا للاسف الشديد حزب اللي كانوا فيه رجالات كانوا فيه الناس ديال اليسار كانت بدا بحركه الكود الديمقراطيين اللي كان عندها واحد المشروع محترم ولكن للاسف اليوم يعني مثل هذه القيادات بخست هذاك المشروع هذا بخسته ونزلته للحضيض لان كنشوفوا اليوم خصنا نتقدموا للمغاربه بخطاب ايجابي ولكن هذه الشعبويه اللي كيسلك هذا الامين العام اللي كما تبعتوها هي شعبويه مازال تسيء العمل السياسي في البلاد واحد كيخرج لانه ما قدرش لان تحدثتوا على ديناميه الاحرار ما قدروش انهم يجاريوا الاحرار في الديناميه ما قدروش انهم يجاريوا الاحرار في المنهجيه ديال العمل البارح كيتحدث على انه المشروع ديالهم مازال ما واجدش راه المشروع انتخابي ومجتمعي كديروا واحد لجنه الخبراء فيها شي 17 واحد مشروع الاحرار مشروع انتخابي ومشروع التصور ديالو راه داروا الالاف 35000 واحد في 100 يوم 100 مدينه زيد عليها 30000 واحد في اللقاءات الجهويه اللي كنا درناها باش نصيغوا مسار الثقه المشروع ديالنا صاغوا المغاربه المشروع ديالهم اليوم كيصيغوا 17 واحد ما يقدرش يجاري ما يقدرش يدير مجلس وطني ما يقدرش يدير مكتب سياسي ما يقدرش لانه ما يقدرش يتواصل مع المنتخبين ديالو اليوم بداو كيمشيو ليه ماشي هذا ماشي ذنب ديال الاحرار وما كيمشيوش غير الاحرار راه مشاو لاحزاب اخرى اذا الا كان هذا عدم القدره على المجارات مشكل والاحرار مسببين لك حلاقا هذا يعني الحل ماشي هو نبخسوا كاع العمل السياسي ونشروا مغالطات بحكي تحدث على حتى هو كاين اللي استعمل ذاك المصطلح ديال صحابه ديال 17 مليار عن اي 17 مليار تحدث شي ما كاينش مغالطات بغى يوهم الراي العام اللي هو الراي العام اليوم راه واعي عارف راه ما كينساش الناس هادو ما كيعرفوش بان المواطن المغربي راه ما كينساش راه ما يمكنش تدوز عليه ما يمكنش تجي اليوم تستعمل المصطلحات ديال الضغط على السلطه واستعمال المؤسسات وهذا ما يمكنش بين البارح واليوم شنو تغير زعما ما يمكنش هادشي المغاربه ما كيدوزوش ولا يمكن لمثل هذا الشخص هذا اليوم يجي يحاضر في الشرف زعما ما جاتش معاه الا كان شي حزب معين اللي كيتحمل مسؤوليه في تبخيز العمل السياسي ف الحزب محترم ولكن بحال هذا الشخص هذا راه يسيء الى العمل السياسي هذا الشخص اليوم بغى يبني المشروع ديالو والمصداقيه ديالو على حسب ضرب الاحرار علاش لان امين عام مهدد في الدائره ديالو السبب هو انه في الدائره ديالو اللي كيترشح فيها اللي هي تالمدان الشماليه مهدد انه يطلع ولا ما يطلعش علاش لانه ما قدرش في خمس سنين انه يتواصل معاهم انا كنمشي لديك الدائره وعرفتها والدائره ديالي اللي تزدت فيها وكبرت فيها هذا وعندي معاها علاقه وكنمشي كنسمع رؤساء الجامعات ديالو كيتشكاو منه ما كانش كيجاوبهم في التليفون ما كانش كيدي داك الالتزامات داك التعهدات اللي مع اللي دارها مع الناس في الحمله ديالو ما وفى حتى شي وحده فيها كاين عطاو وعود كاين اللي باقي عطاو وعود اساءت الى العمل السياسي هذا النوع ديال الممارسات هو اللي كيتفر واليوم بعد مرور خمس سنوات عاد مشى كيدور تما كيدير شي دوره بان ليه بانه راه داك الشيء راه ريسكي قال كيفاش غادي ندير غادي نبني الصوره ديالي على حسب ضرب اللي ريني وهذه القضيه اللي كيقول ديال رجال الاعمال انا كنقول لي ردي السي عبد اللطيف وهبي الا كان شي واحد اللي رجل اعمال اللي انت داير فيك خير وفضل كبير واخوك راه خوه اليوم منسق جهوي ورجل اعمال وهو الممول الاساسي والرئيسي للعمل ديالو سواء في الجهه ولا في المستوى الحشومه كيضرب من فخو كيقول لك رجال الاعمال خطر على العمليه السياسيه لان اذا كان السي خالد بوجبه رجل اعمال خصنا نحيدوا ليه الحق الدستوري ديال الممارسه السياسيه علاش لانه كيهدد السي عبد اللطيف وهبي هذا الخطاب هو اللي خطير علاش لان فيه الانانيه ما فيهش مصلحه البلاد فيه واش غننجح انا ولا ما غننجحش فيه واش انا مهدد ولا ماشي مهدد وهذا الشيء هو اللي كينفر الشباب وكينفر المجتمع المغربي اليوم من العمليه السياسيه هذا النوع من الخطاب البائس ولكن اللي كنقولوا لهذا السيد هذا هو انه غدا راه كاين انتخابات غدا راه المواطن المغربي واعي هو اللي غيحكم راه ما غتحكم لا السلطه
ما غايحكم ما غاتحكم ما غايحكم الحسابات الفيسبوكيه الوهميه، ما غادي يحكمونا الصفحات المدفوعات الاجر. ما غاي اللي غايحكم هو المغربي اللي غايدخل العزل وغايبان ليه شكون اللي خدام معاه 5 سنين وشكون اللي المقرات ديالو محلوله 5 سنين وشكون اللي بنى البرنامج الانتخابي ديالو من خلال التطلعات الحقيقيه للمغاربه وشكون اللي كيلقى لقاوه المغاربه في وقت الحزه. راه داخل المشهد اللي كيهضر عليه سميتو راه اول مساهم في صندوق كوفيد بمليار درهم سميتو. شكون هما الوزراء اللي كانوا في الموعد؟ راه هضروا عليه الاخوان عف الكمامات مولاي حفيد العالمي في الماليه السي بن شعبون في وزاره الصحه كاين الاطور ديالنا اليوم المديره الجهويه للصحه في الدار البيضاء البؤره اكبر بؤره خطيره في المغرب جيرتها امراه تحت الضغوطات وتحت الضرب وتحت المؤامرات وتحت الدسائس واي حاجه بغيتو وقفات. وانا تحيه لها اختنا ديلا الرميلي في الدار البيضاء كذلك اطر في الصحه ما على مستوى الجهه اللي عندنا. دفاع حقيقي على القضيه داخل المؤسسات باجراءات ملموسه، بالدفاع عن القانون التنظيمي باش يخرج بالطريقه باش بغاتو الحركه الامازيغيه، بكذلك بفتح حوار مع مجموعه من الاخوات والاخوه في رموز الحركه الامازيغيه سواء في جبهه او يجبدوا جهد لمنظمه مستقله ما عندها علاقه بالحزب ويهضروا على مليون قفه ويهضروا على الامور هذه. حشومه عيب وعاب رجل قانون انه ينشر مغالطات من هذا الشكل. ولكن كيف ما قلت الموعد ديالنا سواء تردد الشماليه ولا الموعد ديالنا الانتخابيه على المستوى الوطني. شكرا لكم.